دكتور، لنستكمل الحديث أيضا، نبدأ في هذا المحور الحديث عن جودة التعليم. وقبل ذلك، نلاحظ اليوم ازدياد المدارس الخاصة معنا في السلطنة بشكل كبير جدا. نعم، هل هذا مؤشر على شيء معين؟ هل هذا يدل مثلا على مشكلة في منظومتنا الحكومية في نطاق التعليم؟ أو ماذا تستقرأ من هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندما نتكلم عن المدارس الخاصة، فاتخذت كثير من الدول يعني مسارات مختلفة فيما يتعلق بذلك. جميل. لم تمنع دولة معينة مثلا المدارس الخاصة لأنها لا تشكل خطرا، زين، ولا تشكل مؤشرا سلبيا، بل على العكس تماما. ولكن حتى لا تحدث فجوة كبيرة جدا بين مخرجات التعليم الخاص ومخرجات التعليم العام، فهناك محاولات من بعض الدول بإنشاء برامج معينة بحيث أن تكون كل مخرجات التعليم قوية، وأن تكون كل المدارس بغض النظر سواء كانت عامة أو خاصة، كلها بلا استثناء هي مدارس متميزة. فسنغافورة على سبيل المثال واحدة من الدول التي يضرب بها المثل في التعليم، فعلا يعني لها مبادرة يعني تقول لنا every school is a good school، كل مدرسة هي مدرسة جيدة. ممتاز. ما أقول والله أنا لازم أنتقل من هذه المدينة إلى المدينة الفلانية حتى مع ابني أو السلامة. بنتي تسجل في المدرسة الفلانية لأنها أحسن. هدف الدولة أن تجعل من كل المدارس مدارس جيدة، في المدينة، في الريف، في في كل مكان. المدينة، في الريف، المدارس الصغيرة، المدارس الكبيرة، وهكذا هلم جرى. جميل. فازدياد المدارس الخاصة ليس بحد ذاته مشكلة، وإنما قد تكون مؤشرا لوجود مشكلة حقيقية حينما يسعى الناس لتسجيل أبنائهم من المدارس في المدارس الخاصة هربا من المدارس من الحكومية. المدارس الحكومية. هنا يكون هذا مؤشر. المدارس الخاصة اليوم عندنا هنا تعتبر الملاذ الآمن، تعتبر الملاذ الآمن لكل من لديه القدرة المادية لتسجيل أبنائه فيها هربا من المدارس الحكومية. والحقيقة أن أغلب المسؤولين في الدولة أبنائهم في المدارس الخاصة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها لا طبعا. يمكن إنكارها. أنا لا أنكر ذلك، أنا كل أبنائي في المدارس الخاصة. لماذا إن سألتني أقول لك أن لأنني أريد تعليما جيدا لأبنائي. إذا هربت بهم أنا دكتور. هربت بهم، أنا أعترف بهذا. إن كانت هناك فرصة لتسجيلهم في مدارس حكومية ولا أستثمر أموال طائلة في تدريبهم في المدارس الخاصة سأفعل. ولكن هذه هي الحقيقة، أننا اليوم كيف للمسؤول أن يعرف حقيقة المدارس الحكومية إن كان كل أبنائه في المدارس الخاصة؟ وربما حتى من هم على رأس التعليم مثلا طلابهم. قد يكون الأمر كذلك. فحقيقة هذه هي المشكلة. متى نستطيع أن نقول أن هذه المدارس ليست مشكلة؟ المدارس الخاصة تعطي منتسبيها ميزة على غيرهم، وهي وهي أن حجم الصف الدراسي أصغر بكثير، المدرس يستطيع أن يمضي وقتا أكبر مع الطلبة، جميل. العلاقة التي يبنيها الطالب مع المدرس أفضل، الوقت الذي يمضيه الطالب مع المدرس أفضل، البيئة. وسائل التعليم المتاحة في الغالب تكون أفضل من المدارس الحكومية، فهناك ميزة. طبعا هذه الميزة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى وجود فجوة كبيرة جدا جدا بين مخرجات التعليم. هل هذا واقع دكتور؟ هذا واقع. ثم أن إن حصل هذا، هذه الفجوة إذا مبنية بناء على ماذا؟ بناء يعني على حسب تصنيف الأسرة ماليا واقتصاديا. من فمن لديه مال عنده مال أكثر، إذا مخرجات أكثر، مخرجات قد تكون أفضل، لأن تعليم أفضل. فرصة التعليم أفضل.
لا يكون شرطا أن المخرج سيكون أفضل، لأنه يعتمد على الطالب وقدرته على التعلم، ولكن الفرصة المتاحة أفضل بكثير من غيرهم. إذا دكتور، هنا تظهر طبقية خطيرة، قد يؤدي إلى حدوث طبقية، ليس شرطا، ولكن قد يؤدي إلى طبقية. خطورة هذه الطبقية تكمن في تبني الحكومة هذا الفرق وتوظيفه لصالحها. كيف؟ والله خريجي المدارس الخاصة الفلانية يحصلون على منح ودراسات، وهذا حاصل الآن، يحصلون على بعثات. نعم، يقول لك والله لأن هؤلاء درسوا، ليسوا بحاجة إلى سنوات فونديشن نعم تأسيسية وغيرها، فيعطى المنحة مباشرة، ما في تنافس، ادخل توكل على الله. عجيب. هذا خطير، هذا خطير. يعني يغدو الأمر مقبولا إن توفرت يعني أو توفر أمران. الأمر الأول أن تكون توفر المدارس الحكومية الحد الأدنى من متطلبات التعليم لارتقاء الإنسان فكريا روحيا سلوكيا بالقدر الذي يتنافس به الفرد على الصعيد الدولي. لحظة دكتور، تقول الآن الحد الأدنى، يعني نحن ما وصلنا حتى إلى الحد الأدنى؟ أنا أقول يعني حتى نقول أنه هذا الأمر يعني ازدياد المدارس الخاصة شيء جيد، إنزين، بشرط أن تكون المدارس الحكومية أيضا أن ترتقي بنفسها، بحيث أن تعد يعني تفعل أقل ما يمكن لتصنع طالب أو تصنع إنسان راقي روحيا جسديا فكريا يتنافس على مستوى عالمي. ما أقول والله أنا بما أن غالبية الناس يستطيعوا أن يعني يرسلوا أبنائهم إلى مدارس خاصة، فإن أنا سأهمل بهذا الجانب، سأقوم بالحد الأدنى من حيث الإنفاق، لا أقوم بالحد الأدنى من حيث المخرجات، هناك فرق. اثنين، الأمر الثاني عدم التمييز في المزايا والمنح الحكومية بين مخرجات هذا وذاك. مساواة الجميع. مساواة الجميع، مساواة يعني تكافؤ الفرص، يعتمد على ماذا؟ على النسبة، تكافؤ الفرص، نسبة مئوية وكذا. نعم، التحصيل الدراسي الذي يحصل أنه إن لم يحصل هذا يحدث يعني تمايز كبير. شوف المدارس الخاصة تمنحك ميزة جيدة، إنه والله إن أردت تعليم جيد مكتمل النواحي يذهب إلى مدارس الحكومية، إذا أردت تعليم أفضل بكثير تروح المدارس الخاصة. المدارس الخاصة ستهيئ لك بيئة، بعض المدارس مثلا في بعض دول العالم يكون عدد فيها 15 طالب لكل معلم، معلمين في معلم ومساعد معلم، أنواع الأنشطة كبيرة جدا جدا، طبعا بحاجة إلى استثمار. نعم، هل تستطيع الدول أن تدفع هذه المبالغ لهذا النمط من التعليم لكل المجتمع؟ لا تستطيع، وليس من الإنصاف أن يطلب منها أن تفعل ذلك. نعم، إلا إن كانت لديها مقدرة كبيرة جدا فلما لا. ولكن يعني لنكن واقعيين، ليس من الإنصاف ذلك. ولكن هل من الإنصاف أن يمنع من يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا. من هنا تأتي أهمية المدارس الخاصة. جميل.